في العاده المال اللي يبني حوش هذا فايت فايت النصاب. في العاده ما دام عنده مال بيبني بيه حوش، حتى قال ما يكملاش، لانه هو الان النصاب 23000 ولا 24000، وهذين كان بيدير حوش ما يطلعش من القواعد ولا من السقف ولا كذا. فرض هو قال ما يكملليش، معناها منها ماله اكثر من 23 ولا 24000. فاذا كان المال هذا له حول الان، نعم عنده حول بقي حولا، فليزكيه. والزكاة هي أن يقسم المبلغ على 40. إذا عنده 30000 مثلا ولا 35 ولا 100 ولا اللي هو، يكتب في الآلة الحاسبة ويكتب عليه قدامه تقسيم 40، 2.5% هذه تطلع لها الزكاة. باي. أما قطعة الأرض التي ناوي يبني عليها، هذه يقول الفقهاء هي للقنية وليست تجارة، فلا زكاة فيها. ما دام هو ناويها بيبني عليها فلا زكاة فيها، لأنها ليست للتجارة. والله أعلم.